أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالنجاح الكبير لأعمال قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مدينة إكسبو دبي. نعم، جلالة الملك المعظم نوه بالتنظيم الراقي والمتميز لهذه القمة العالمية وما وفرته دولة الإمارات من جميع التسهيلات وكافة الإمكانات لإنجاحها. وأثنى جلالته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على المبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته أمام القمة بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وكذلك استثمار دولة الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، مثمنا جلالته بكل التقدير هذه المبادرات الرائدة والتي تعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، وتجسد حرصها على دعم العمل المناخي الدولي وتعزيز التنمية المستدامة لما فيه خير ومصلحة البشرية جمعاء. مؤكدا جلالته على أهمية العمل الجماعي الدولي باعتباره السبيل للتغلب على التحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض، وعرب جلالة الملك المعظم عن تمنيته بأن يخرج هذا المؤتمر الدولي الهام بنتائج نوعية تمثل دفعا قويا للعمل المناخي الدولي بما يصب في مصلحة الجميع.